يا هلا فيكم. اليوم راح نتمشى بإذن الله في معرض الاتصالات وتقنية المعلومات، معرض كوميكس 2018 اللي تدعمه هيئة تقنية المعلومات. خلنا ندور ونتمشى ونشوف إيش اللي عندهم. طبعا معرض كوميكس 2018 شاركت فيه 20 مؤسسة حكومية بالإضافة إلى مشاركة 3 دول من دول مجلس التعاون مثل قطر والبحرين والسعودية. طبعا مثل ما شايفين إحدى أبرز المشاركات في معرض كوميكس مشاركة عمان الرقمية، إحدى الأشياء اللي هم يهدفوا لها تحويل المجتمع الحكومي إلى مجتمع رقمي. طبعاً هنا مثل ما أنتم شايفين هيئة تنظيم الاتصالات. طبعاً من الأشياء اللي عرفناها منهم والأهداف الضرورية اللي هم يعملوها خلق بيئة تنظيمية لقطاع الاتصالات تتماشى مع المعايير الدولية. قصر هي أسرع مزود لخدمة النطاق العريض في سلطنة عمان. طبعا هم يعرضوا خدماتهم الحديثة في معرض كوميكس. في هذا الركن تعرض مملكة البحرين آخر التحديثات في خدماتها الإلكترونية، مثلا في السجلات المدنية. ومن دولة قطر شاركت 4 وزارات تعرض خدماتها الإلكترونية، وطبعا من الخدمات اللي سمعنا عنها هي خدمة مطراش. مشاركة من المملكة العربية السعودية برنامج يسر، طبعا هذا البرنامج حلقة وصل إلكترونية بين الحكومة وبين المواطن. مركز ساس إحدى مراكز هيئة تقنية المعلومات، وطبعاً من أهدافهم الأساسية تنمية قدرات الشباب في مجال الواقع الافتراضي. ومن مشاركات القطاع الخاص طبعاً شركة فضاء والتكنولوجيا، عندهم 3 أشياء أساسية يهتموا فيها: التعليم والاستشارة والتكنولوجيا. هذه بعض المشاركات في معرض كوميكس، وطبعا في مشاركات كثيرة جدا بإمكانكم أنكم تحضروا وتشوفوها.